الحشيش المخدرات الدين ولاو شي ما يعرف شي واحد والو ما كاين حتى حاجه هنا نقول لك صراحه لكن انا الناس ضايعين بزاف ضايعين بزاف ها هو الدري باقي شاب هو مشى ضاع ها الاخر هو داخل لا بنته وخت هو يلا مات والده الاخر خلات ثلاث وليدات راه ضايعين هنا بزاف الدراري ما قام يديروا سبب الضياع شنو هو؟ سبب ضايعين ما خدم لا خدمه لا والو والفانيد والفانيد وقت الفانيد وقت من الخضره جاي يبيع خضره ما يخليوش يدير كرصه ندير كي جا كي تعطى راسو الفانيد ورخيص من الفانيد ايوا لا عافاك رخيص كنبيع معاهم ونشري بعد المهم اش عارف يوقع دابا ما فهمت عليهم الدراري ما فاهمينش دابا هو على الدفله دابا صدق الدري غادي كما كان الفانيد ما يموت لهذاك ما يعطي هذاك لهذاك راه داقي الدراري تيكونوا ساحين كيكونوا الله يعاونهم تيكونوا الله يعاون الدراري صراحه ما كيقربوا لحقونا واش ديكم ساحي تيغير هذا الشيء حاش دفلتي عليا ما دفلتي عليا واحد خاشيها في زقوق مشى ضحيه كلهم الدراري الله يعمر هذا صراحه كاع ولاد الدرب هنا الله يعمر هذا عاد كيشربوا الفاني الدراري كيخسروا الدراري كيطلع لهم الدم تيولي شي كون ضايعين حنا ما خداميش حنا هادي فين نمشيو فين نعطيو الوصله فين تيولي وحدين اخرين صراحه فين هي الخدمه كاينش خدمه ما يبيع ما يشري ما يخدم حجم كرارس حيد لهم كل شيء بزاف الدرب كيجهلوا الدراري نقول لك صراحه الدراري ضايعين بزاف الدراري هنايا حاجه انا كنشوف كون ما كانش شد هلواسه وهذا الشيء تخضير الدراري ما يبغيش هادشي علاش الدراري ما يموتش الدراري لا لا خويا خويا باش عاد اللي مات راه عرام ديال الدراري كلهم الله عمر هضر هذا كان ولاد خدمه في الحوت هذا اللي مات خدمه في الحوت مسكين وعلاش دابا تسالوا ويا خويا تبيع الخضره ايوا راه المخدرات راه قلت الشيء هذا اللي مات راه كاري كاري ام معوقه مسكينه قالت الصحه تعاونوا لا خوتها هوايا تبيع الخضره وعندو بنيه يلاه والده مرته وعندو وليد وهذا هو الثلاثه ايوا بالسيف الدراري تقول لهم ما نموت ولا نبقى عايش في هذه الحياه مرسينا وجبد يلاه الخدمه ما كايناش كل شيء غادي يمشي لا شيء خصهم يراقبوا شويه خصهم يراقبوا شويه خصهم يراقبوا اسيدي خصهم يراقبوهم خص الدراري يتراقبوا الدراري يعطوا باش يخدموا الدراري ويمشيو يتعاونوا الدراري حتى ما يدفلسوا راسهم الصراحه خويا قبل الجريمه الدري خويا اللي طيح الروح كان سكران كان سكران وكيرس البابريزات سكران وكيرس البابريزات كون جاو داو مالي الوقت اخويا قبل ما طيح الروح كاع ما طيح الروح كون جاو داو ما طيح لا روح لا والو كان كيرس البابريزات وسكران كون جاو داو ما طيح لا روح لا والو خلاو طاحت الروح عاد جاو داو اخويا السبب اخويا سكران السبب اخويا هو سكران طالع بهم الله راه فري السبب هادشي اخويا ولا الهلواسه سكران بنادم ثاني هو سكران صافي حد ذاك الدري اللي كيليق الروح كيبيع ويشري الله يعمرها دار عطيه يبيع عشره كيبيع عشره كيجمع عليه العيالات راه الفانيد والشراب ولي دار ليه هكا اخويا لا انا ما نكذبوش ولكن اخويا السبب الرئيسي اللي كرجع على هذه الجريمه هو الفانيد السخون باللغه ديالنا حنايا عندنا السخون الفريال كيولي بان لك حايط فيه 7 متر ويولي بان لك هكا دكا اللي خلى شي الدراري ماشي البال يا خويا راه كتخرج مع باب موبلكم مع باب داركم كتلقى هادشي كيتباع حداك بحال عادي ما كتخرج من باب موبلكم كيبان لك داكشي كيتباع عادي ولا الاخر الله يدير شي تاوي هادشي اللي غنقول دراوش اللي مات ولا اللي قتل السبب ديالهم راه هو الفانيد هو الفانيد هو الفانيد اللي خرج على التشارك الدراري راه الدراري امه ديال البشر اللي ضاعت او في مدور تقاروه تشارك في مدور تقاروه تشارك لا تشارك ولي في هاد الجرائم هادشي راه خويا راه بزاف هادشي ونطلبوا من الله وراه قلت شي اخويا قلت شي تضربوا على السوق وراه قلت شي والسوق راه النص ديالهم تيبيعوا الفانيد النص ديالهم دايرين راه ديال هما اللي خارجين على الدراري وراه بزاف اخويا وراه كاين اللي عندو ليسونس ومريح دير كروسه بجوجهم دراوش بجوجهم اللي مات الاخر عندو جوج بنيات خلاهم والاخر تا عندو بنيه بجوجهم دراوش كلهم بجوجهم ولا الدرب بجوجهم ولا الدرب لا تسيكسور واحد كما كانش الفاني قلت شي ممكن ما راه غيكون الامور بخير كل واحد غيبقى عايش مع ولادو راه هذا هو السبب اخويا بالنسبه للخدمه والخدمه ترى تشوف البلاد كي دايره وترى تشوف البلاد كي دايره كون بلادنا غيبقى بلادنا خدام كون بلادنا كان خدام غادي بلادنا ما غيوصلش لهاد الفاني ما يوصلش بزاف ديال الحوايج صاحبي هادو تاع الخدمه حلوا لينا عطان جنضربوها عمان والله جنضربوها عمان بالله والله لا بقى واحد هنا والله لا بقى واحد بالله الله يدير شي تاوي تبع الفانيد في هاد البلايط كاملة شي تشارو كامل تتبع الفانيد اخويا بنادم تيكون مقرقب تيزعم يضرب ما تيكونش مقرقب
تيبالك ملبده ومريح اخويا، تيقول لك تعال هاد الدراري بجوجهم دراوش، بجوجهم تكرانين وقرقه بيهم، الله يسمح لهم والله، الاخر الله يرحمه، الاخر الله يدير لك شي تا ولدي واحد، عنده وليد تا هو عنده وليد، الاخر مراته ولا ولدات، الاخر عنده وليدات، توخه بنادم الماحه، الله يرحمه وكيدو هاد النادي ويفتح عليه ديك القوم، والسبب والمخدرات، المخدرات كامل، هاد القوم كامل في الفانيد اخويا. اي واحد ولا تتقرعب بأخويا من مجموعه الناس اللي تيبقى داوي كل شيء تيقول لك شي حاجه كل شيء من كل شيء من هنا كل شيء كاين الفانيد اخويا هاد القوت كامل تتبع في الفانيد تشارو كامل اخويا هنا تيقول لك شي واحد شي حاجه انا ما تتبعش فانيد هاد القوت كامل تتبع في الفانيد اخويا بنادم اللي بقى جاهل فيا ودراي فين بجوجهم اخويا ودراوش بجوجهم الاخو تيبيع مسكين تلقى الحوش على وليداته والاخو مسكين تاهو تيبيع وشري يلا ولدات لي مرا مسكينه في الاخر ديال رمضان وبجوجهم ضريفين اخويا ودراوش ودراري حلوه اخويا ما غيديروش تدويش يا خويا الفارد هو اللي دار لهم هادشي تحملوا المسؤوليه المخدرات المخدرات هي اللي تحمل المسؤوليه اخويا